تقول: كنت مسافرة وأذن الظهر وأنا في المطار على وشك ركوب الطائرة، وفي بلد الوصول أذن العصر فصليت الظهر والعصر جمع تأخير، فهل أصبت أم ماذا أعمل؟ إذا كان دخل وقت الظهر قبل ركوب الطائرة فالواجب أن تصلي الظهر، الواجب أن تصلي الظهر، وإن جمعت إليها العصر فلا بأس بذلك. إذا كنت في أثناء السفر وكان المطار خارج، كان المطار خارج بلد الإقامة. أما إذا كان المطار داخل بلد الإقامة ودخل وقت الظهر قبل ركوب الطائرة فالواجب أن تصلي الظهر في وقتها، وتصلي العصر عند الوصول إلى البلد الآخر في وقتها.